المحلي والمناطق الصناعية اللي الدولة أنشأتها في كل المحافظات. خليني أرحب على التليفون بالمهندس توفيق عامر، عضو مجلس إدارة منظمة الاتحاد العربي للتنمية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك أهلا فندم والسادة بحضرتك المشاهدين. باشمهندس توفيق، أهلا بيك فندم، أهلا بيك. قولي، توقفت أمام إيه في كلمة سيادة الرئيس صباحا في المؤتمر الخاص بالصناعة؟ الحقيقة يا فندم توقفت أمام كلمة فخامة الرئيس السيسي النهاردة يا فندم، إن لابد أن تكون الصناعة المصرية صناعة قوية، نعم الصناعة تكون من ضمن سلاسل الإمداد العالمية. الهدف الأسمى يا فندم من الصناعة هو زيادة طبعا الدخل القومي، تنمية الصادرات. إحنا أي النهاردة من خلال الصناعة بنوفر فرص العمل، بنوفر العملة الصعبة واخد بال حضرتك، بنقدر نعمل عملية تغطية لاحتياجات السوق المصري من حدوث تكامل في الصناعة المصرية المحلية. نعم يعني يحصل تكامل حضرتك زي ما السيادة فخامة الرئيس النهارده تفضل وتكلم ان احنا عندنا مصانع بتعمل فعلا صناعة مصرية، بس في تماثل بين الصناعة وبعضها. فخامة الرئيس النهارده كان بيوجه ان لا، ما يتمش تماثل، يتم الاختلاف في الصناعة، بحيث ان في صحيح، الاخر فعلا عندنا تكامل بالظبط مش تماثل، فعلا زي ما حضرتك بتقول عايز التكامل بقى. نعم اتفضل. تمام يا فندم. اي وطبعا الهدف الاسمى ان احنا نغطي السوق المحلي، احتياجات السوق المحلي، وتحقيق هدف ال 100 مليار دولار. نعم فحضرتك انا ممكن اوضح حضرتك يعني اتفضل. مبادره ابدا، طبعا دي كان دعم او مبادره من خلال فخامه الرئيس السيسي لدعم وتوطين الصناعه الوطنيه، وهي تهدف الى زياده الاعتماد على المنتج المحلي وتطويره. طبعا ده اكيد بيقلل من الواردات من الخارج وتعميق نعم التصنيع المحلي في توطين العديد من الصناعات. نعم يعني حضرتك النهارده تم طبعا اضافه توضيح ان تم تعميق الصناعات الكيماويه، تعميق الصناعات اي الهندسيه، تعميق الصناعات انا اسف دي واحده، الاجهزه الكهربائيه المنزليه والصناعات الهندسيه تمام والصناعات الثقيله، واخد صحيح بال حضرتك. طبعا ده كله بهدف ان هو تقليل الفجوه الاستيراديه وتوفير فرص العمل. مبادره ابدا يا فندم بتوفر اراضي صناعيه بحق الانتفاع، بتوفر دعم او اعفاء من الضرائب لمده 5 سنوات، بتقدم الدعم الفني والمادي للمستثمرين، وبتعمل على تقنين اوضاع المخالفين خلال الفترات السابقه. طبعا هو الهدف مش يعني حاجه، الفتره اللي فاتت تم انشاء 17 مجمع صناعي في اي جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه. كان الاول الاعتماد على 6 اكتوبر مدينه العاشر من رمضان اي او المناطق الصناعيه المعتاده والمعروفه، نعم اصبح في خلال الفترات اللي فاتت تم فعلا تنوع المناطق الصناعيه والمصانع الجديده في جميع انحاء الجمهوريه، وتوفير امتيازات كثيره جدا للمصانع التي تقوم على الحدود المصريه. ده بالنسبة لكم مفيد وجديد وكويس كصناع يا باشمهندس توفيق. يا فندم خد بال حضرتك من حاجه، النهارده الاعتماد على نسبه مكون محلي مرتفع ده بشكل تدريجي بيتم. يعني اهم حاجه عندنا هو الصناعه المصريه، الصناعه المصريه بتوفر ايدي عامله، نعم بتوفر الفرص العامله طبعا، وبتقلل الاستيراد من بره، احتياجات اللي على صحيح الدولار. خد صحيح بال حضرتك من ضمن المميزات اللي تمت خلال الفتره اللي فاتت هو الانضمام لمجموعه البريكس. انا اسف ان انا خرجت شويه بره مبادره ابدا، بس دي بتوفر النهارده ان احنا بيتم التكامل والتعاون بين مجموعه دول البريكس في تقليل الاحتياج للدولار نعم الامريكي، نعم والتبادل التجاري من خلال حضرتك احنا عندنا منتجات زراعيه قويه جدا وليها سمعه قويه جدا، وده احنا شفناه النهارده في المؤتمر. أيوة صحيح. لا ده بيتم احنا عايزين لقاء بقى نقعد نتكلم فيه مع حضرتك على هوا في كل التفاصيل يا دي، فندم تحت لأن امر كلام حضرتك حضرتك في غاية الأهمية. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله يا بشكرك، فندم. اتشرفت بيك مهندس توفيق عامر، بشكرك فندم، شكرا جزيلا.